موقعين أدناه سكان حارة كلمين إيده إله، نطلب من المسؤولين فرض عقوبات صارمة بحق المدعو عوار الطوشي، لأنه عم يعمل إطلاق راحة وسط الأرض، مما نطلب منكم راجين ومستعطفين كرمكم وعطفكم على أهالي حارة كلمين إيده إله. يصطفلوا وستين يصطفلوا كمان، ما دخلني. لا أسيدي دخلني ونص. انطلقت الدورة 18 لمعرض سوريا الدولي للكاريكاتير بمشاركة أكثر من 600 فنان من 73 دولة، وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون. يستمر معرض فن الكاريكاتير لثلاثة أيام، وتخلل الافتتاح إعلان أسماء الفائزين بجوائز الكاريكاتير في هذه الدورة، وتكريم لجنة التحكيم المشكلة من الممثل دريد لحام والفنانين التشكيليين موفق مخول وسهى غانم حسن اسماعيل وبشرى الحكيم والدكتور عبد الله اسعد، وترأس المعرض الفنان التشكيلي رائد خليل. يشارك في هذا العام اكثر من 600 فنان عالمي من 73 دوله. قامت لجنه تحكيم دوليه ولجنه تحكيم محليه بانتقاء هذه الاعمال الموجوده في معرضنا، نحو 100 عرض او 100 لوحه موجوده حول مواضيع متعدده، ولكن تحيه الى روح الفنان الراحل نهاد قلع. يستمر المعرض طبعا 4 ايام، يبدا باحتفال مع عرض موسيقي مونولوج يتحدث فيها عن شخصية نهاد قلعي، عن بعض الشخصيات التي رافقت نهاد قلعي في بعض المسلسلات والمسرحيات الموجودة. المعرض أنا برأيي مهم جدا، وخاصة نركز على شيء اسمه كاريكاتير. الكاريكاتير هو لغة بصرية، لغة فكرية، لغة حسية تجتمع مع بعضها، فيها ذكاء. لما أنت عم تشوفي عمل فني في رسم وفي نفس الوقت عم تقدمي فكرة، برأيي أن هذا كتير مهم. يعني العقل الذكي هو بتقبل هيك أشياء، وكل الصحافة العالمية بيعتمدوا على الكاريكاتير. كيف بيعتمدوا على الكاريكاتير كمادة أساسية رئيسية لأنك أنت تحول الأزمة، تحول الحدث إلى ابتسامة. طبعا هذا كتير مهم بالكاريكاتير العالمي. كانت فرصة حلوة كتير للمشاركة بلجنة التحكيم بهي المسابقة. اللي بيميز المسابقة هي أنه خلال كل فترة الحرب هي ما انقطعت ولا سنة، يعني كانت كتير اسمها فرصة مشان مشاركة الفنانين العالم كله. مسابقة هي واسعة بيشاركوا فيها كل عام بحدود الفنانين من مختلف بلدان العالم، بحدود 150 هاد بلد أحيانا. فهي الحقيقة اسمها فرصة كتير اسمها حلوة، ويعني كانت هاد ممتعة كتير الحقيقة. وتحمل الدورة لهذا العام اسم الممثل السوري نهاد قلعي 1928 و1993، وذلك تمشيا مع تقليد المعرض السنوي باختيار شخصية فنية مؤثرة في أدائها وانفعالاتها لتسليط الضوء عليها والتذكير بمشوارها.